مكان الحمل تقيل، قادرين نخطي المستحيل. الجمهورية الجديدة دي جمهورية الحلم والأمل، جمهورية العلم والعمل. قوتكم المسلحة هتحميها، وشبابها هو اللي هيبنيها. تعالى شوف بنفسك جمهوريتنا الجديدة وصلت فين. شوف بنفسك إنجازات جمهوريتنا الجديدة. انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية اللي بتوليها الدولة تجاه شعب مصر بمختلف فئاته، القوات المسلحة أطلقت حملة شوف بنفسك عشان أبناء شعب مصر يشوفوا المشروعات القومية الكبرى لمصر واللي تم إنجازها بمعدلات قياسية غير مسبوقة. نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدد من الزيارات الميدانية لعدد من طلبة الجامعات إلى مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات والشركة الوطنية للزراعات المحمية بقاعدة محمد نجيب بالإسكندرية، واستمعوا إلى عرض تقديمي عن مجهودات شركة سايلو فودز في المساهمة في توفير المنتجات الغذائية المختلفة، وتفقدوا مصانع الشركة المختلفة وخطوط الإنتاج ومنتجاتها، واطلعوا على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في الشركة باعتبارها أول مدينة غذائية تكنولوجية متكاملة. كمان تم تنفيذ جولة تفقدية للطلبة داخل المحميات والصعب الزراعية للشركة الوطنية للزراعات المحمية بقاعدة محمد نجيب، واستمعوا إلى شرح تفصيلي عن منتجات الشركة واللي بتوفروا من منتجات زراعية عالية الجودة للسوق المحلي والتصدير. وعبر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس عن سعادتهم باللي شافوه ولمسوه بإيديهم في المشروعات القومية العملاقة واللي بتؤثر بشكل مباشر في كافة المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية. أكيد طبعاً لزمايلي لما بيقولوا لي أنت ليه وإزاي دي الحاجات دي كلها إحنا بنشوفها فوتوشوب بس أو صور، بقول لهم لا، أنا رحت وشفت الأرض الواقع، دي مش مجرد صورة، دي حقيقة، فإحنا لازم ده واجبنا إن إحنا ننقلها. ما تديش فكرك للناس اللي برا، حاول تنزل وتشوف بأرض الواقع لنفسك، ما تحاولش تسمع كتير علشان الناس مش وراها حاجة غير إنها بتتكلم. بصراحة إحنا لازم ننزل ونجرب بنفسنا. بجد حاجة مشرفة جداً، وهبدأ أنقل كل حاجة أنا شفتها هنا لزمايلي في الكلية وفي الجامعة والأهلي في البلد، إن فعلاً في تطور كبير قوي الناس مش واخده بالها منه. لذلك احنا جينا هنا نشوف ده عشان نبدا ننقل لهم حاجه زي دي. طبعا دي حاجه كويسه جدا ان يكون في المنتجات دي كلها تتعمل بجوده عاليه بسعر منافس، وكمان اللي هو بيكفي الانتاج المحلي، وكمان بنصدر لبره 13 دوله. طبعا دي حاجه كويسه جدا. كنت على طول بتفرج على التلفزيون مش مصدق اللي بيحصل، اول مره اجي اشوف اللي بيحصل ده على ارض الواقع، فده اداني انبهار خالص اللي بيحصل للدوله، وان السيد الرئيس بيعمل انجاز كبير خالص داخل مصر. لا، هو شعور جميل جدا، لان اول مره اشوف حاجه مصريه بالعظمه دي، حاجه مكتفيه بذاتها، حاجه بتنافس الصناعات الاوروبيه، ماتيريال، عماله، كل شيء، كل شيء قمه في النظافه، قمه في الاتقان، حاجه على جوده يعني فوق ما تتصور. طبعا ما شاء الله في تطور كبير جدا في الزراعه، في اسلوب متطور في الانتاج، في طبعا حاجات جديده يعني مثلا ما كناش نتخيل ان هي تبقى موجوده اصلا في الزراعه المصريه عامه. كنا بنسمع عن الزراعه او نشوف الزراعه ما نتخيلش ان التكنولوجيا وصلت بينا لكده، يعني في تطور كبير جدا. والله انا حابب اتكلم عن حاجه شفتها بامانه. هو الموضوع هنا جميل جدا، لان في اهتمام كبير جدا بالمزروعات، في رعايه كامله، في اهتمام بكل المحاصيل بمختلف اشكالها والوانها. وانا شفت هنا اهتمام بارض مصر، اهتمام بناس مصر، اهتمام بالزراعه، الزراعه اللي قيمت عليها مصر من سالف العصور، من ايام الفراعنه، من ايام اجدادنا. فانا حابب انقل لهم ان في اهتمام بالزراعه، وفي كل حاجه طبعا هتساعدنا قدام. والزيارات اللي من النوع ده بصراحه متاحه لاغلب الشباب اللي زي اللي في الجامعات، فموضوع جميل جدا بصراحه اننا نتعرف على بلدنا اكتر. بجد انا فخوره بمشروع زي ده وفخوره ببلدي. فالمكان حقيقي يعني على مساحه كبيره جدا، وموجود فيه اكتر من حاجه تتزرع، بحيث تعمل فيما بعد اكتفاء ذاتي من جميع المنتجات، سواء تطرح في الاسواق باسعار مخفضه، سواء نعرف نصدرها بعد كده.
شفت بعيني النهارده في الزياره حجم التنوع اللي احنا بقينا نقدمه في المنتجات. فقدرنا بحجم مشروع ضخم اشتغلنا فيه من اكتر من 3 سنين، وقدرنا نقدم منتجات كتيره جدا في قاعده محمد نجيب العسكريه الجانب الزراعي منها. فالحمد لله بقينا نخدم السوق المصري بشكل كويس جدا. جهود متواصله من القياده العامه للقوات المسلحه لترسيخ مبدا المواطنه وتعزيز الحس الوطني وتعظيم روح الولاء والانتماء للاجيال الجديده. شوف بنفسك إنجازات جمهوريتنا الجديدة.